أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تجاني رضي الله عنه وعنا به، آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أمر هنا بجوامع الخير ونهى عن جوامع الشر. يعني مين اللي بيأمر؟ القرآن ما بيأمرش، والسنة لا تأمر. الذي يأمر هو الله. إن الله يأمر، والنبي يأمر، مش السنة هي اللي بتأمر. لا، ربنا فوض النبي إنه يأمر وينهى، وربنا بنفسه بيأمر وينهى، إنما مش القرآن هو اللي بيأمر وينهى. خلي بالك، يأمرهم بالمعروف، ده النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم. في فرق ان اقول لك ايه لا تفعل كذا، وفي فرق ان اقول لك ايه انا بأمرك او بنهاك انك ما تفعلش كذا. الاولانيه دي يعني ايه فيها تمريض، يعني افعل ولا تفعل، يعني ممكن تفعل، انما لما اقول لك انا بقول لك وبأمرك انك تفعل، يبقى ديت خلي بالك، خلي بالك، ده انا اللي بأمر. يعني لو عصيت تبقى عصيتني شخصيا. ان الله يأمر، ان الله ايه، ويأمر هنا فعل ايه مضارع، يعني هو دائم الامر، يعني ايه، يعني للتجديد والدوام. ان الله ايه يأمر. وبعدين ايه، ما قالش المفعول به، ما قالش ان الله يأمركم، قال ان الله يأمر بس، ما جابش المفعول. ما جابش المفعول ليه؟ ما جابش المفعول عشان يسيب للحب مسافة. الحب غير الامر والنهي. ان الله يأمر، ما قالش يأمركم، وينهى ما قالش ينهاكم. هو عاوزك تاخد بالك من الفعل، من الفعل والفاعل، مين اللي بيأمر والامر ايه. مش عاوزك تستوحش بقى بذكر المفعول اللي هو حضرتك. بيأمر وينهى، بيأمر مين وبينهى مين، يعني ما قالش بقى مين، عشان يسيب الايه حاجه بقى للحب كده، يعني لا تستوحش النفوس من ايه، من القدوس. لان دائره الحب هي دائره تخرج عن دوائر الامر والنهي. دوائر الامر والايه والنهي، يعني انت مثلا عندك في البيت، لو مثلا قلت لاحد ابنائك، لاحد ابنائك قلت له ايه، قوم يا فلان اعمل لي كوبايه شاي، دي مش كويسه في حقه. انت بتأمره، بتأمره ليه؟ عشان عارف انك لو ما امرتوش مش هيعمل. يعني انت لو قلت ايه، لو قلت مين يا اولادي يا حلوين اللي يعمل لي كوبايه شاي، يروحوا ايه كل اللي يقوم بقى جري، يبقى ده بيحبك. انت قلت كده، مين يا اولادي يا حلوين اللي يعمل لي كوبايه شاي، محدش قام، يبقى دول بتوع امر ونهي بقى، مش بتوع حب. قوم يا فلان اعمل لي كوبايه شاي، لما يلاقي بقى ان الامر توجه له، يبقى ايه مستحي من نفسه، يعني ازاي. فدائره الحب دائره خارج دوائر الامر والايه والنهي، لان الامر والنهي فرض وفضيله. يعني ايه؟ يعني يا اما فرض
اللي هو العدل، يا إما فضيلة اللي هو الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإيه. فالعدل فرض، فرض على كل إنسان أن يكون إيه؟ عادلا. والإحسان ده فضيلة، ده إيه؟ فضيلة. والحب بقى لا فرض، الحب أفرض فضيلة، أفرض إيه؟ وأفضل فريضة. أفضل إيه؟ فريضة. يبقى دام في بقى حب يبقى أنت خارج دائرة الإيه؟ الأمر والإيه؟ في مفيش حب يبقى أنت جوه دائرة الأمر والإيه؟ والنهي. لأن الحب هو كلمة الله العليا. الحب إيه؟ واسمه الأعظم الذي إذا دعي به إيه؟ وهو خزائن الجود لكل موجود، وخزائن العلم لكل ذي علم، وخزائن المعرفة لكل صاحب إيه؟ وخزائن كل شيء لكل ذي شيء. خزائن كل إيه؟ اسمها إيه؟ الحب. يبقى الحب خزائن كل شيء لكل ذي إيه؟ شيء. فهم الأحياء، أو من كان ميتا فأحييناه، وهم أهل النور، وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في الإيه؟ اللي هم بتوع التكليف دول، أمر والنهي. فكلمة فيه يمشي فيه هي دي، هي اللي إن الله يأمر بالعدل، بدل يأمر كم، قال لك يأمر، يعني ربنا قال أنا بأمر بكذا. مين يا حلوين اللي يعمل؟ هيجري مين؟ أصحاب الحب، هم أول ناس، مش كده؟ إنما لما يقول إن الله يأمركم يبقى بقى بيأمركم بجد بقى، وأنتوا بقى أنتوا يعني إيه؟ أنتم المعنيون. صلى الله على من وصل منهم، ورحم الله من قتل شهيدا منهم. ما مش كل الناس هتوصل في السكة، بيموتوا شهداء كثير، فرحم الله لإيه؟ الشهداء، وراضي عن إيه؟ عن الواصلين بقى. إن الله يأمر بالعدل، يبقى العدل إعطاء كل ذي حق إيه؟ حقه. يعني واحد يقابلك بلطف تقابله إيه؟ بيضحك في وشك تضحك إيه؟ ده كله عدل مش إحسان. واحد أحسن إليك تحسن إليه، ده عدل مش إحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإيه؟ يبقى ده عدل، ده إيه؟ إنما إيه هو الإحسان؟ الإحسان بقى أني أحسن إلى من أساء إلي، يعني اللي حيسيء إلي أنا بقى حأحسن. يعني واحد مثلا قتل واحد، فأهالي المقتول دول نقول لهم يا جماعة يا إما تاخدوا القصاص، يبقى ده اسمه العدل، اسمه الإيه؟ أو الدية برضو العدل، أو تعفو، أو إيه؟ ده اسمه عفو، اسمه ايه؟ انما الاحسان بقى انك انت تجيله وتقول له خلاص انا عفيت عنك وخد لك قرشين اهم ابدا بيهم حياتك، انت الظاهر، يبقى ده اسمه الاحسان. ان الله كتب الاحسان على كل ايه؟ كتبه الذي احسن كل ايه؟ كتب الاحسان على كل ايه؟ ولذلك رفع ربنا الظلم بالعدل ده، رفع الظلم حتى عن الحيوانات. يعني ما ينفعش انك انت تظلم حيوان. دخلت امرأة من النار في ايه؟ الثالث ملعون، لما لقى ثلاثة راكبين على دابة، النبي لعن بني آدم عشان الدابة. الثالث ملعون، يبقى الدابة يقعد عليها كام؟ اتنين بس.
لا تتخذوا هذه الدواب كراسي. ما تقفوش تتكلموا، مش كده ولا ايه؟ لا تسبوا الريح. انك انت لما بتسب الريح بتصدمها. بتسب الريح دي هي عملت لك ايه؟ ما تسبيهاش، بل الريح دي كلها فوائد، كلها ايه؟ لا تسبوا الظهر، لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ ايه؟ لا تسبوا الحمى، فإنها ايه؟ تنفي السيئات. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا الشيطان، حتى الشيطان رفع عنه الظلم. لا تسبوا الايه؟ الشيطان. ده الشيطان ما تسبوش. لا تسبوا الشيطان واستعيذوا بالله منه. يعني عاوز اكتر حاجه تقول ايه؟ اعوذ بالله، انها ما تستمش في الايه؟ في الشيطان. كل حاجه حلوه او حاجه وحشه هتلاقي لها حاجه حلوه. يعني كل حاجه انت شايفها وحشه هي ما اتخلقتش وحشه كده، لا دي فيها حاجات حلوه، بس انت ما شفتش غير الحاجه الوحشه، ما شفتش غير الحاجه الايه؟ ده ما فيها، مش كده ولا ايه؟ ابليس ده كم حرف؟ كم حرف؟ خمس حروف. ذكر في القرآن كم مرة؟ 11 مرة. 11 ايه؟ مرة. 11 مرة في خمسة بكام؟ 55. في 10 حسنات؟ يعني انت لما تقول إلا إبليس أبى، بتاخد على كلمة إبليس ايه؟ كم حسنة؟ مش كده ولا ايه؟ ولو كنت انت بقى متأدب مع ربنا يديك مش 10 حسنات، يديك يعني ايه؟ إلا إبليس أبى، أعوذ بالله منه مثلا. تأدبت انت اهو، أعوذ بالله من إبليس. انما بقى مش عارف وتشتم في إبليس يبقى انت لم تتأدب مع ايه؟ لا، تاخد ايه على كل حرف ايه؟ حسن. تشتموا ليه؟ ما تشتموش، تقول اعوذ بالله ايه؟ منك. طلع له هو طلع له يعني فايده اهو. والله جعله لك عدوا ابليس ليحوشك به اليه. حلوه. امال ايه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إنك تعطي من أموالك وتعطي من وقتك لقرابتك، يعني لازم تروح تزورهم، يبقى تديهم من وقتك وتديهم من مالك اللي فاضل، واخد بالك؟ هدايا، صدقات، زي ما أنت عاوز. ولما ربنا يقول ذو القربة غير أولو القربة. ذو القربة ديت القرب، أي قريب لك من بعيد أو قريب يبقى اسمه إيه؟ ذوي القربة. إنما أولو القربة دول القرايب القريبين. القرايب الإيه؟ القريبين. وإذا حضر القسمة أولو القربة. يعني مين اللي بيحضر قسمة الوصية؟ القريبين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني اللي هم القريبين. إنما ذوي القربى اللي هم الأقارب البعيدة والقريبة. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. الفحشاء دي الذنوب الكبيرة، الفواحش والمنكر، كل الذنوب كبيرها وايه؟ وصغيرها. والبغي الظلم، والبغي اللي هو ايه؟ كل ده ربنا بيتكلم
على الغائب، على الايه؟ يأمر وينهى. وبعدين انتوا قاعدين كأنكم ايه مش واخدين بالكم، راح ايه عمل لكم التفاته، التفاته شرعيه يعظكم. الكلام ده ليكم يعني، هو اتكلم في الاول من غير ما يوجه لكم ايه كلام، التفت بقى للالتفاته عشان تفوقوا، يعظكم يعظكم انتم لعلكم ايه تذكروا. واوفوا واوفوا، اوفوا اي اصدقوا فيما الزمتم به انفسكم. واوفوا بعهد الله، اضافة العهد الى الله دي حاجة قدسية عظيمة، يبقى ده تشريف للعهد، يبقى ده مش اي عهد. ساعات القرآن يضيف العهد الى الله بعهد الله، وساعات ما يضيفوش الى ايه، يعني مثلا ربنا يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، ما قالش عهد الله. انما لما يقول لك واوفوا بعهدي، الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. ومنهم من عاهد الله، يبقى عهد الله ده بقى اكد العهود، يعني عهد انت اخذته على نفسك وجعلت الله عليه كفيلا، وجعلت الله عليه ايه ورقيبا، يعني اخذت هذا العهد بصفتك مسلما لا بشخصك، يعني ايه بصفتك ايه لا بشخصك. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم ايه كفيلا، ان الله يفعل يعلم ما ايه ما تفعلون. ولا تنقضوا الايمان، تنقضوا يعني ايه لا توفوا بها. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم ايه كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.